قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي كنز من تحت عرش الرحمن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، هي شفاء ل99 داء. اللهم يا ربي، اللهم من سمع هذا النداء يا ربي وأرسله لكل مسلم ومسلمة، من يعرفهم ومن لا يعرفهم، اللهم يا رب اجعل هذا نصرا وفتحا عليه. آمين آمين اللهم آمين يا رب اجعل هذا شفاء وعافية عليه. آمين اللهم آمين يا رب افتح له به جميع أبواب الخير. آمين اللهم آمين افتح له به جميع أبواب الرزق. آمين اللهم افتح له به جميع أبواب النصر. آمين اللهم اشفه به مرضاه يا رب العالمين، آمين واحفظهم في أولادهم كافة أجمعين. آمين اللهم يا رب نتبرأ من حولنا وقوتنا آمين ونلجأ إلى حولك وقوتك، آمين فنقول يا ربي يا قوي.